مشادة كلامية بين أصالة وفجر السعيد ومي العيدان. لم تنتهي المشادة الكلامية بين الفنانة السورية أصالة نصري من جهة والإعلاميتان مي العيدان وفجر السعيد من جهة أخرى، فمنذ ساعات قليلة عاودت أصالة تجديد المشكلة بنشرها تغريدة عبر صفحتها في تويتر، فكتبت وصفة منتقديها بالكلاب الذين لا حيل لهم سوى العواء. كانت فجر السعيد قد هاجمت أصالة بعد حديثها عن خلاف شخصي بينهما يتمثل بإعلان الفنانة السورية وفاة السعيد سابقاً، مؤكدة أنها لن تغفر لها ذلك طيلة حياتها. وبعد أن نشرت أصالة تغريدتها ردت السعيد: أنت رهيبة، من تقصدين؟ لا يكون أنا، مهددة إياها برد قاس. لكن مي العيدان لم تقف على الحياد، فقد شاركت أيضاً عبر حسابها في إنستغرام تغريدة أصالة ووصفتها بالخفاش، وأنها دائماً ما تلعب دور الضحية وتأخذ الأموال من ثم توهم الجمع بأنها تعرضت للخيانة منهم. أما الجمهور فرغم مهاجمته أصالة بسبب أغنيتها مع سعد المجرد لأسباب تتعلق بقضية إنسانية ضده، إلا أنهم وفي حربها مع العيدان والسعيد شنوا حملة بهاشتاج غردوا من خلاله دفاعاً عن فنانتهم المفضلة. إيه طيبة، بس كتير قوية، كتير كانت زعجتني الكلمة، إنما بآخر 4-5 شهور يس أيقنت إني قوية كتير، يعني أظني حتى إني قوية، ما أظني شفت حدا بقوتي، لأني تجاوزت ظروف ومحن صحية واجتماعية ونفسية يا بيبي مميتة، تجاوزتها كلها بس لأني قوية.